أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
صدق الله.